السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طالباتي حبيباتي طالبات الصف الثالث الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم حبيباتي في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية. وقبل أن نبدأ بدرس اليوم حبيباتي، هيا بنا لكي نتعرف معا على رؤية المدرسة. ورؤية المدرسة هي إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واعي متحضر محافظا على أخلاقه وقيمه ومستخدما للتكنولوجيا الحديثة. وكما تعودنا قبل بداية شرح الدرس، ينبغي علينا أولا التعرف على القيمة الأسبوعية لهذا الأسبوع. والقيمة الأسبوعية هي الصدق، فيجب على المسلم أن يكون صادق في كل أفعاله وأقواله. ودرسنا اليوم حبيباتي يندرج تحت المجال الرابع من مجالات التربية الإسلامية، وهو مجال الفقه الإسلامي. وعنوان درسنا اليوم أحكام الحدث الجزء الثالث. هيا بنا حبيباتي لكي نتعرف معا على أهداف الدرس. فالهدف الأول أن تتعرف الطالبة على كيفية الوضوء. وقبل أن نبدأ بدرس اليوم، هيا بنا حبيباتي نسترجع معا ما درسناه في الجزء الأول والجزء الثاني. فقد درسنا مفهوم الحدث، وهو كل ما ينقض الوضوء ويزيل الطهارة. وأيضا درسنا حبيباتي قبل من أسباب الحدث خروج البول، خروج الغائط، خروج الريح، النوم العميق. فإذا حصل شيء من ذلك انتقض الوضوء ويسمى ذلك حدثا. تعالوا معا حبيباتي لكي نتعرف على كيفية الوضوء. أولا أبدأ فأقول بسم الله. ثانيا أغسل يدي إلى الرصبين ثلاث مرات. ثالثا أتمضمض ثلاث مرات. رابعا أستنشق وأستنثر ثلاث مرات. خامسا أغسل وجهي ثلاث مرات. سادسا أغسل يدي اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم يدي اليسرى ثلاث مرات. سابعاً أمسح رأسي مرة واحدة. ثامناً أمسح أذني مرة واحدة. وأخيراً أغسل قدمي اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم قدمي اليسرى ثلاث مرات. والآن حبيباتي، ما الأعضاء التي تغسل والأعضاء التي تمسح في الوضوء؟ أحسنتم حبيباتي، الأعضاء التي تغسل الوجه، اليدين، الرجلين، والأعضاء التي تمسح الرأس والأذنان. أحسنت. هيا بنا حبيباتي على كل طالبة أن تقوم بفتح مصدر التعلم صفحة 53 للإجابة على هذا السؤال. يجب مسح الرأس في الوضوء مرة واحدة أم مرتين أم ثلاث مرات؟ هيا حبيباتي، أحسنتم، مرة واحدة. والآن حبيباتي ننتقل إلى الهدف الثاني، وهو أن تستنتج الطالبة كيفية التيمم. فعند التيمم لابد من أولاً
أنوي الطهارة للصلاة ثم أقول بسم الله. ثانياً، أضرب بالكفين على التراب الطاهر. ثالثاً، أمسح وجهي. رابعاً، أمسح ظهر الكفين. والآن حبيباتي، على كل طالبة أن تقوم بفتح مصدر التعلم صفحة 53 للإجابة على هذا السؤال. أضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. نمسح القدمين في التيمم. هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أحسنتم حبيباتي، عبارة خاطئة.